الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 71% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 150 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 194 مليون و877 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. ألقت القوات الأمنية القبض على 4 متهمين بحوزتهم بطاقات مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في محافظتي البصرة والأنبار. وذكر مصدر أمني أن مفارز شرطة جمرك مطار البصرة ضبطت 3 متهمين بحوزتهم 21 بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب، كما ضبطت مفارز مركز شرطة جمرك القائم التابع لمديرية شرطة محافظة الأنبار متهما واحدا بحوزته 5 بطاقات مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب. طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج. وقال البنك المركزي في بيان صحفي إنه في ظل ما لوحظ مؤخرا من نساء استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقات الائتمانية للاستخدام في الخارج. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهراً عند 6.7% في شهر أيلول، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور. وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25% في الثاني من شهر تشرين الثاني القادم، بعد أن أبقاها بدون تغيير في أيلول الماضي عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في شهر آب في اليوم السابق لصدور القرار. انخفضت أسعار النفط مع استمرار تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط وخطط أمريكا لتخفيف العقوبات على فنزويلا، ما يسمح بزيادة تدفق النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 74 سنتا لتصل إلى 90 دولارا و76 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 57 سنتا لتصل إلى 87 دولارا و75 سنتا للبرميل. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.